اهلا بيكم وفقره الاستشارات القانونيه. والاستاذه اميره النهارده حددت الموضوع يكون عن الشيكات، اللي عنده شيك، اللي كتب شيك، اللي عليه شيك، يعني الموضوع كبير صح. الشيكات الشيكات فيها مشاكل في المجتمع. المشكله الاولانيه انه احنا في مصر مخترعين. يعني مثلا الشيك ده مفروض انا بكتب لك شيك تروح تصرفي فلوسه من البنك، خلصنا بس كده، خلاص خلصنا. في مصر بقى يقول لك ايه، انا هاخد منك شيك ضمان. يعني ايه بقى شيك ضمان؟ يعني اكتبي لي شيك وانا اوعدك اني مش هصرفه او هشيله عندي لغايه ما تعملي كذا. طب وايه اللي ضمان بقى؟ ليه انت ما بتثقيش فيا؟ لا ليه؟ لا خلاص. يبقى دايما تلاقي في صفقات تجاريه، في عقود، في بعض التعاملات يقول لك شيك ضمان، فالمواطن يكتب الشيك وهو مصدق انه شيك ضمان وانه مش هيستخدم. احيانا في القروض، احيانا في الشراء بالتقسيط يقول لك هاخد منك شيك ضمان او شيك مجمع وصدقيني هرجعه لك. لما يحصل خلاف ما ونروح نقدم الشيك الضمان او الشيك المجمع اللي في ايده الشيك، يعني يقدمه للمحكمه، ويجي حد يحكي لي بقى يقول لي والله العظيم ده انا قدمت الشيك ده شيك ضمان وما كنتش ناوي اصرفه، ده انا ما عنديش حساب في البنك، ده انا هروح احكي للقاضي. فاحنا نرد نقول الشيك شيك، اللي بيكتب شيك لازم يبقى عارف انه لو اللي معاه الشيك، لو اللي اتكتب له الشيك راح قدمه في المحكمه، كل الحواديت والافلام اللي الناس بتحكيها ما تاكلش عيش. يتسجن يا اميره او يسدد؟ لا أو يعني الشيك بالذات الشيك ولا الكمبياله؟ لا اللي الشيك تسجن. هو اللي فيه عقوبه جنائيه. ما هو ده لكن ممكن تتقي الحبس بالسداد. تسددي. في كمان اختراع تاني برضو الناس مش مدركة أهميته قوي، اللي هو الشيك اللي على بياض. أقول لك إيه، طب بصي أنت مثلا واخدة مني عربية أو مثلا هتستلفي مني فلوس، طب بصي اديني شيك على بياض وأنا مش يعني هعمل بيه إيه، ده على بياض. فأقوم أنا يجي اللي معاه الشيك يقوم مالي بيانات الشيك، يكتب ادفعه لأميرة بهي الدين مبلغ 100,000 جنيه. فأنت تروحي للقاضي تعيطي تقولي له ده أنا ما مليتش، أنا ما مليتش الشيك، أنا ما كتبتش البيانات. فالقاضي يقول، مش القاضي بقى، محكمة النقض تقول إن التوقيع على الشيك، التوقيع على الشيك يعتبر وكأنه تفويض لصاحب الشيك يكتب المبلغ اللي عايزه. ما أنا مضيت لك على بياض، يبقى أنا اديتك زي ما بيقولوا كارت بلانش، تكتبي اللي أنت عايزاه. طب معانا أميرة من القاهرة، أكيد عندها مشكلة. ألو أمير. أمير الحقيقة مش أمير. أنا آسفة أمير، أهلا وسهلا بيك وتفضل على طول، خش قول إيه مشكلة. هو أنا ما عنديش مشكلة محددة، هو أنا حصل معايا موقف أحب إن أنا أنبه الناس أو أعرفهم. يا ريت. كويس. واضح إن ده أسلوب جديد للنظر. جالنا تليفون على البيت بيقول والله يا جماعة أنتوا عليكوا قضية شيك، والقضية دي اتحكم فيها ومن شركة تكييف الحقيقة، يعني شركة كانت معروفة زمان ودلوقتي خفت نجمها يعني. تمام. فالحقوا بسرعة قبل ما يجي لكم ايه اللي هم بتوع الاحكام. المفروض هيجوا بكرة. فطبعا الكلام ده كان بالنسبة لوالدي، احنا فعلا كنا اشترينا من الشركة دي، بس احنا ما اشتريناش بشيك. فكلمنا المحامي، المحامي بتاعنا بعت الظاهر مهتمش قوي، فبعت حد كده صغير، فراح لقى فعلا في قضية وعمل معارضة. اللي حصل بعد كده لما فهمنا ان ده تشابه، هم عارفين كده كويس قوي الشركه دي والمحامي. تشابه اسماء. تشابه اسماء. المحامي اللي اتصل بينا من الشركه دي عارف كويس قوي ان احنا لا ناقه لنا ولا جمل في الموضوع، ولكن الظاهر حب يدخلنا. طيب يدخلنا في الموضوع ليه؟ عرفنا بعد بداوا يتهمونا بقى. هي طبعا غلطه مننا لان احنا استعجلنا، لان احنا المفروض يا دوبك بس الاسم متشابه، ولكن بداوا يتهمونا. المهم يعني احنا اصرينا ان احنا ما حدش يتهمنا على حاجه زي كده، وانهينا الموضوع وانهيناه، مش عشان احنا شاطرين ولا المحامي بتاعنا شاطر، عشان ربنا اراد كده. هم وقعوا في غلطه معينه كشفت، واتعرف بعد كده ان احنا بره الموضوع وان والدي بس تشابه. طب امير كانوا بيساوموكوا ماديا يعني؟ طبعا. طبعا يعني احنا ممكن نتنازل وكده يعني نتنازل عن بس القضيه، بس تدفعوا كام يعني؟ اللي هو انت الشيك وهنا نتنازل عن القضيه، وهم عارفين كويس قوي ان مش الشيك ما يخصهمش. اتضح ان صاحب الشيك الاصلي هم رافعين عليه قضيه، وان هو عارف وان هو اوريدي هيدفع لهم كمان الفلوس، يعني هياخدوا منه ومننا والله اعلم من مين تاني. عايزين يضربوا عصفورين بحجر واحد. يعني بصي، هو بشكرك يا امير. القصه اللي بيقولها امير دي ايه؟
انه طبعا انت عندك في مصر احنا 80 85 مليون، فممكن تلاقي فيه تشابه اسامي لغايه الاسم الرباعي، محمد، احمد، عبد السلام، احمد مش عارفه ايه، خمس اسامي كده، تلاقي فيه منهم 50,000 كلهم يحملوا نفس الاسم. طبعا النهارده في وجود الرقم القومي طبعاً بقت الدنيا بتفرق. انما تشابه الاسامي ده بيعمل يعني هو بيحكي عن قصه ان المحامي اتصل قال له انت عليكوا شيك، راحوا سالوا في المحكمه لقوا مثلا الاسم الثلاثي هو هو، ما كملوش بحث، ما شافوش طب الساكن فين، يعني اللي كاتب الشيك ده عنوانه ايه، طب رقم بطاقته ايه، طيب مثلا هل اتسال في النيابه، طب عنده كام سنه، طب ما كملوش بحث. هو المحامي اندفع، فاول ما عرف ان القضيه بنفس الاسم الثلاثي مثلا راح عامل معارضه. اول ما عملت معارضه بقيتي طرف، خلاص بقيتي طرف، عشان كده هو قال استعجلني. فتروحي بقى للقاضي تقولي له ده انا مش فلان، انا مش انا، مش انا، مش انا. فهو أنا الشركه اللي عملت او المحامي اللي بلغهم بالخبر هو طبعا كان قاصد يبتزهم، يعني مثلا لو الشيك ب 5000 جنيه او ب 10000 جنيه هيقول لك طب اوكي اوكي انا عارف انك غلطان، يعني انت غلطتي انك عرضتي، بس عشان نصلح، عشان انا اتنازل لك وما يبقاش في شبهه انك تتحبسي او كذا، او القاضي يقتنع بكلامك او لا، طب ما تجيبي 1000 جنيه، طب هاتي 2000 جنيه، طب هاتي 500 جنيه للمحامي. اميره بس هم ممكن فعلا يتحبسوا؟ لا ما هو مش كده، مش ممكن يتحبسوا او مش ممكن، دي اعتبارات كتيره. يعني لو القاضي ما قدرش يشوف في الورق ان في اختلاف حقيقي بين الاسمين او ان هما شخصيتين، لو ده مش ظاهر في الورق، يعني مثلا اميره بهي الدين ومش متقال سنها ومش متقال عنوانها، وتروح واحده تانية اميره بهي الدين عبد الله نفس الاسم، مش القاضي هيعرف منين ان دي غير دي، انما في احيانا بعض الملابسات اللي بتبين الكلام. طب معانا منى من القاهره. ايوه حبيبتي، اهلا وسهلا مدام منى، استاذنك ممكن توطي التلفزيون شويه؟ حاضر حاضر، اهلا وسهلا يا فندم. بص يا ماما انا عندي مشكله. ايه؟ اتفضلي. في كتبت وصل امانه على بياض لصاحبتي، قالت لي في كده كان بينا معاملات شغل، قالت لي اكتبي بس لجوزي عشان يطمن، انا ما خدتش حاجه، يعني ما خدتش حاجه خالص. وكتبت اسمين بس، الاسم الاولاني والثاني. وعلى بياض بقى له الحاجات دي بقى لها بتاعت سنه. خلينا مع بعض، فقالت لي انا طالبه منك مبلغ 160,000 جنيه. مشي ده وصل، ده ايصال امانه يا فندم، انا فاهمه حضرتك، فاهمه حضرتك. أيوة. ما دفعتيهوش حضرتك لغايه دلوقتي؟ ده يدفع بقى ولا ايه؟ ولا في خطر؟ ما هو هي دي السؤال، هل يدفع عليها خطر ممكن تاخد حكم؟ بصي حضرتك، انا فهمت من كلام حضرتك الاتي، ان انت وقعتي ايصال امانه على بياض وما كتبتيش المبلغ، وكتبتي اسمين مش ثلاثه، يعني كتبتي انا خدت من اميره مبلغ كذا، ما كتبتيش لتوصيل المفيده او لتوصيله لطرف ثالث. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه. ايصال الامانه او جنحة خيانه الامانه بتفترض شيء مهم جدا، بتفترض ان انا سلمتك فلوس، سلمتك، انت استلمتي مني فلوس، والفلوس دي استلمتيها عشان توصليها لطرف ثالث. وبالتالي القانون في ايصالات خيانه، في ايصالات الامانه ما بيقبلش فكره اللي على بياض. ليه؟ لانه لما يبقى المبلغ مش مكتوب تبقى استلمتي مني ايه؟ مفترض انا سلمتك مبلغ 100 جنيه. لما تمضي ايصال الامانه على بياض من غير ما تكتبي لب الايصال والمبلغ، تقدري تروحي قصاد المحكمه وتقولي انا بطعن بالتزوير لانه صلب الايصال انا ما كتبتوش، وده ما يعتبرش تفويض زي الشيك لان انا ما استلمتش حاجه، وبدام ركن التسليم انتفى يبقى جريمه خيانه الامانه انتفت. واحكام كتيره ومحاكم كتيره ابتدائي واستئناف بتقبل هذا الدفاع لما المتهم بيعرف يثبته قصاد القاضي، بتروح الطب الشرعي، الطب الشرعي بيثبت ان التوقيع تم في لحظه زمنيه مغايره للي تمت في صلب الايصال، يبقى مفيش ركن تسليم، يبقى جريمه خيانه الامانه اتهدت، يبقى ايصال الامانه بس فقد القيمه. هي مضت لصاحبتها، انا بقولها اتفاجئت ان صاحبتها حطت في الرقم ده 160. طبعا مدام منى مش معانا بس يعني انا فهمت. طب هل الشيك، في الشيك التوقيع على بياض يعني التفويض في كتابه قيمه الشيك، في ايصال الامانه التوقيع على بياض يخلي الورقه لا تقوم بها جريمه خيانه الامانه لانه مفيش ركن تسليم، دي جريمه خاصه انا سلمتك حاجه تسلميها لحد.
فازاي انت تمضي لي على بياض انك استلمتي حاجه غير محدده؟ ابقى انا سلمتك ايه؟ طب هي تثبتها ازاي؟ بتثبت لما بيطعنوا بالتزوير، بيجي الطب الشرعي يقول ان الخط اللي مكتوب بيه الصلب غير الامضه، وان التاريخ الزمني اللي اتمضت فيه الورقه اتمضت قبل ما الصلب يتمضي. واحنا عندنا كده فعلا طبعًا. ممكن يبقى التقنيه اللي تثبت كده؟ طبعا. يبقى معنى الكلام ده ان انا ما سلمتكيش حاجه، فاذا ما كنتش سلمتك يبقى ما فيش جريمه خيانه امانه. يبقى نقدر نقول سريعا لمدام منى ان هي تطعن في التزوير. لو الايصال الامانه تقدم للمحكمه تطعن بالتزوير وتقول انتفاء جريمه خيانه الامانه لانتفاء ركن التسليم. بشكرك يا فندم. اهلا وسهلا. بشكرك يا استاذه اميره. اوعي تقفلي الفقره. ما انا هقفلها اهو. لا استني. بتقول. احنا رايحين دلوقتي، احنا خلصنا بقى يا جماعه الكلام والمحاكم والحبس. هناكل بقى. والشيك والحاجات دي، احنا رايحين مع مفيده هتعمل لنا النهارده طبق جاي من الواحات. يس. الرز. السكوتي. السكوتي. لكل العرسان اللي في الواحات، الرز السكوتي. مع مفيده والرز السكوتي وبالهنا والشفا، اتفضلي يا فندم. اتفضلي. المطبخ.